دولسي الأغلى في مشاعر اثنين؟ لا 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 لا، مشاعر الأول على خاطر هاني قلت لك كونتراتو على 100 حلقة، ذيك علاش كان الكاشي الفوق وكان أغلى كاشي أعتقد في الدراما التونسية. سينو اثنين مخذيت كما خذيهم الناس وأقل من الناس 16 أحمد الأندلسي الكاشي الأغلى. والله ما نعرف، ما ثبتش طير في ما زلنا ما خلصناش ما زلنا ما خلصناش. ربي يستر. أحمد الأندلسي صديقي والممثل الكبير، نسلم عليك برشا، نستنى نشوفك في السينما، نستنى نشوفك في المسرح إن شاء الله. وأحمد في ثنيته ديما مختلف. شكرا لك أحمد الأندلسي إن شاء الله. نحب نحيي الناس كل اللي خدمت في رمضان، نحب تحية شكر للممثلين اللي خدموا في 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 حرقة الكل سونز اكسيبسيون، صديقي هادي المجري ورياض حمدي ومهذب كل 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 والصادق وعايشة عايشة كل كل سونز اكسيبسيون. وكبير هبطت ستاتيورا وبالحق هبطت من أعماق قلبي خاطر ما لقيت ما نكتب نقول راني أستحي أني نكون ممثل قدام هجنون هذوما اللي موجودين في حرقة ما شاء الله عليهم وخمسة وخميس عليهم. وهذا مش من باب التواضع، نفس ستاتيو قلتو راهو مش من باب التواضع، هذا إحساس حسيته وقلته. برافو شابو بالولاد، وبالحق تمنيت أني نكون معكم حتى في مشهد. شكرا لك أحمد الأندلسي، تحية لكم مستمعينا.